ده تصوف، ده دين التصوف. أما الشبهات بالقوى دي فهي كما قال الله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ما يقدر أبدا. عشان كده أي مناظرة الآن قاعدين يزوغوا والبزبطوا فيها، الحمد لله رب العالمين، ربنا بيكسرهم فيها ويصر الله الحق بكلماته سبحانه وتعالى. أنا لعله أطلت، وفي فرص يمكن ناس دار يسألوا عندهم أسئلة، أو ناس دارين يناقشوا، فالفرصة مفتوحة للحوار والنقاش. فضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزيتم خيرا على أن أتحتم لنا الفرصة لنستفسر من بعض المسائل، وهي لعلها بإذن المولى تبارك وتعالى من أهم المسائل التي مثارة في مجتمعنا المسلم. أصبح الإسلام أيها الأحباب، أصبح الإسلام في المجتمع غريب. نرى الخلافات على سبيل المثال، الأستاذ مزمل الفقيري، دعوة السلفية، جماعة أنصار السنة المحمدية، الصوفية، وإلى غير ذلك. إلامة الخلف بينكما إلامة، وهذه الضجة الكبرى علامة. أو يريدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مختلفون بهذه الصورة؟ أسأل الأستاذ مزمل الفقيري، ولعلي أول مرة أن ألتقي به وجها لوجه، ومتابع حلقاتهم ما بين الشيخ محمد مصطفى عبد القادر والأستاذ مزمل الفقيري، وبالأمس كنت أحضر في موقع اليوتيوب إلى مقاطع مهمة جدا جدا، وأتمنى أن يبين لي الأستاذ مزمل الفقيري هذه المسائل. الأولى قصته مع صفية بنت حيي بن أخطب التي قال في حقها وفي حق النبي صلوات ربي وسلامه عليه، قال أنه يحكي في داخلية الكلاكلة في جامعة السودان أنه أراد أن يخاطب الطلاب ويخاطب بأسلوب يليق بهؤلاء الطلاب، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتل ملف بالسيدة صفية بنت حيي بن أخطب. أود منه أن يبين لي هذه العبارة، وما معنى هذه العبارة، وهل هي تليق بجناب الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه؟ أكثر من الصلاة والسلام على الحبيب أيها الأخوان. وأريد أن يبين لنا الخلاف الذي يدير بينه وبين الشيخ محمد مصطفى عبد القادر، والشيخ محمد مصطفى عبد القادر يصرح في اليوتيوب ويقول أنه عصبجي عربجي. ما هي قصة العصبجي وما هي قصة العربجي؟ إيش هذه الترهات أيها الأحباب؟ هذا ديننا؟ منهجنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أهذا فهم سلف الأمة؟ فهم سلف الأمة أستاذنا مزمل الفقيري، فهم السلف أن تقف أمام الطلاب وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كتل ملف بالسيدة صفية بنت حيي بن أخطب؟ أهذا الكتاب؟ أهذا السنة؟ أهذا فهم السلف؟ أهذا فهم السلف يا الشيخ محمد مصطفى عبد القادر؟ تتحدث أمام المجتمع وفي المساجد يا عربجي يا صعبجي يا شماشي، تبع عليك، أهذا دي؟ أهذا فهم سلف؟ ويخاطبه ويقول تبتة؟ هاي تبتة، نحن دايرينك في تبتة دي، تبتة دي بينك وبين ربك، لكن يقتلوك يا شماشي. ما هذا؟ يقتلوك يا شماشي. أنا أريد من الأستاذ مزمل الفقيري أن يبين لي حقيقة هذه المسائل، ولماذا صرحتم بأنه دجال الفتحاب، ولماذا كنتم أحبة وكنتم توادد فيما بينكم؟ ما هي حقيقة الخلاف؟ أسألك بالله أستاذنا الفاضل أن تتحدث بصراحة مطلقة، ما حقيقة الخلاف بين جماعة الإصلاح وبين المركز العام وبين الدعوة السلفية وإلى غير ذلك؟ إلى متى؟ إلى متى الخف؟ ولعله من الإخوة الصوفية الناس الوزع الورق تقريبا، وهو يعلق على هذه المسائل، ولاحظت أثناء التعليق أنه يكتفي بالتعاليق التي تكون باللون الأسود، ولم أرى أنه قرأ المحاول التي تكون ملونة باللون الأسود. يعني على سبيل المثال قصة أن الصالحين من كراماتهم أنهم يحيي الموتى. طيب، هؤلاء الناس قالوا كما في فتاوى ابن تيمية عند تحدثه عن كرامات الأولياء، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء 11 الصفحة 280، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وصل ابن أشيم مات فرسه وهو في الغزو، فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا، ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه،
انتهى. وكذا من قال إن جمادا كجذع شجرة مثلا صار بدعوة الولي بشرا حيا إلى آخر الكلام. هؤلاء استدلوا بكلام في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء 11 الصفحة 280، وأنا طلعت عليه في طبعة دار الوفا كما هو. وكذلك أن الإمام أحمد في كتابه الزهد في الصفحة 50 يتحدث عن أشياء عجيبة، وأنا لا أتحدث من رأسي حتى يكون الكلام جزافا. تفضل. طيب. قال ماذا قال الإمام أحمد ابن حنبل رضوان الله تعالى عليه في كتابه الزهد طبع دار النهضة العربية بيروت 1981 ميلادية بتحقيق الدكتور محمد جلال شرف الصفحة 50 باب كتاب زهد الأنبياء والرسل باب زهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا الأثر في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير في الجزء الثاني في آخر حديث عن قصة أصحاب الأخدود فصل بيان للإذن في الرواية عن أخبار بني إسرائيل عن جابر رضوان الله تعالى عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل فإنه قد كان فيهم الأعاجيب. انتبه، حدثوا عن بني إسرائيل فإنهم كان فيهم الأعاجيب. ثم أنشأ يحدث صلوات ربي وسلامه عليه قال خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة من مقابرهم فقالوا لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل فيخرج لنا رجلا قد مات نسائله يحدثنا عن الموت ففعلوا فبينما هم كذلك إذا أطلع رجل رأسه من قبر من تلك القبور بين عينيه أثر السجود فقال يا هؤلاء ما أردتم إلي فقدمت منذ 100 عام فما سكنت عني حرارة الموت حتى الآن فادعوا الله أن يعيدني كما كنت. هذا أثر لكرامة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأننا أفضل الأمم والقرآن يخبرنا بأننا أفضل الأمم. إذا كانت أمة بني إسرائيل خصها الله بإحياء الموتى فما بال أمة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. بالنسبة إلى صلاة الفاتح، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بحق قدرك ومقداره العظيم. طيب، أنا أود من الأستاذ مزمل الفقيري هذه الصيغة. هو قال أن هذه الصلاة بدعة ضلالة كفرية، أود أن يطرح لي من خلال العبارات في هذه الصلاة ما هو الكفر فيها. أليس رسول الله الفاتح لما أغلق؟ أليس الخاتم لما سبق؟ أليس ناصر الحق بالحق؟ أليس الهادي إلى صراطك المستقيم؟ بغض النظر عن قائلها، أنا أسأله عن محاور صيغة هذه الصلاة. هذه الصيغة بمحاورها العربية الفصيحة، الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، هذه عقيدة كفرية؟ هذه بدعة ضلالة. وقرأت في تفسير ابن كثير سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الحافظ ابن كثير وروى الأثر عن سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه أن سيدنا علي كان يعلم الناس هذه الصيغة، صيغة صلاة الفاتح. ولو معنا ابن كثير لأخرجته وقرأت ذلك، ولعله هو في جوالي، إن أشاء الأستاذ مزمل الفقير لأقرأه عليه الآن. لكن نسبة لضيق الوقت أختم بعبارة مهمة بالنسبة إلى ياء النداء. على سبيل الأمانة العلمية وأضع لك الفرصة لكي ترد علي عليها، في الأدب المفرد للإمام البخاري رضوان الله تعالى عليه هنالك باب، باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله. هذا الباب أيها الأحباب بالرقم 437، انتبه، 437. بوب الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد قال باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله، ثم ذكر الحديث، الحديث بالرقم 946 تقريبا. قال روى الحافظ أبو نعيم إلى أن قال عن عبد الرحمن ماذا قال؟ قال أن سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليه جالس مع القوم فإذا برجل خدرت رجله، خدرت رجله يعني خدرت نملت، فقال له سيدنا عبد الله بن عمر أذكر أحب الناس إليك، عفوا
أن سيدنا عبد الله بن عمر هو الذي خدرت رجله، فهنالك إعرابي قال لسيدنا عبد الله بن عمر: أذكر أحب الناس إليك؟ فقال سيدنا عبد الله بن عمر: يا محمد. والحافظ ابن كثير أورد في معركة اليمامة أن كانت قيادة الجيش بسيدنا خالد بن الوليد رضوان الله تعالى عليه، وكان شعار المسلمين آنذاك: يا محمد. أود من الأستاذ منزم الفقيري أن يثبت لنا الحكم على عبد الله بن عمر الذي قال يا محمد، وعلى الإمام البخاري الذي بوب قال: ماذا يقول الرجل إذا خدرت رجله؟ يعني زول الخدرت رجله يقول شنو؟ وذكر هذا الحديث. وأختم وأعتذر للإطالة أحبابنا، هذا الملخص، هذا الشيت الذي أمامي صورته له سنتين، صورته من كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية. والسبب الذي جعلني أن أصور هذا الكتاب لأن أسمع من بعض الإخوة أنهم يتحدثون عن علم الغيب وعن الأشياء التي تكون فيها إشكال. ابن القيم الجوزية في كتابه مدارج السالكين منزلة الفراسة قال شنو؟ قال: وقلت له يوما، أي لشيخ الإسلام ابن تيمية: لو عاملتنا بذلك. قال: وأخبرني غير مرة. ده ابن القيم الجوزي يتحدث عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شنو؟ وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بما عزمت عليه ولم ينطق به لساني. ده ابن القيم يا شباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أخبرني بأشياء لم ينطق بها لساني، وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل ولم يعين أوقاتها، وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيتها. ابن القيم يتحدث عن أشياء غائبة عنه ويثبتها، وابن تيمية يتحدث عن أشياء غائبة عنه ويثبتها. ماذا هو الحكم عليهم؟ هل هي كرامة؟ إذا أثبتها كرامة، إذن هنالك كرامات يستطيع الرجل الصالح أن تحدث له كرامة وأن يخاطب الرجل بما في قلبه، كما هذا هو ابن القيم. يقول ابن تيمية: يخبرني بأشياء لم ينطق بها لساني. والأخطر من ذلك يا شباب، آي أختم، هذه بس العبارة المهمة يا شباب، معليش أمسك كده دقيقة. آخر حاجة، قال: ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية، الصفحة 368، ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمورا عجيبة وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم، ووقائع فراسته تستدعي سفرا ضخما. يعني داير لها كتاب كبير. قال: فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية، كرامات شيخ الإسلام ابن تيمية، داير لها ماله كتاب كبير. أخبر أصحابه بدخول التتر الشام سنة 99 و600، وأن جيوش المسلمين تكسر. عشان من طلع يا جماعة الشاهد. ثم أخبر الناس والأمراء سنة 72 لما تحرك التتر وقصدوا الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم، وأن الظفر والنصر للمسلمين، وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمينا، فيقال له: قل إن شاء الله. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن شاء الله تحقيقا. أليس هذا غائب عن شيخ الإسلام ابن تيمية؟ إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وسمعته يقول ذلك. قال: فلما أكثروا عليه قال: لا تكثروا، كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون هذه الكرة. الود اللوح المحفوظ شاف الكلام شنو؟ نثبت إذا أثبتوها كرامة له، إذن هنالك إثبات كرامات. يتحدث عن أشياء غائبة ويقول: مكتوب في اللوح المحفوظ. جزيتم خيرا على أن أتحتم لنا الفرصة، وأتمنى أن تعقبوا على هذا الكلام عبارة وكلمة كلمة، وأخص وأذكر العربجي والصعبجي القصة، ومع محمد مصطفى عبد القادر وكتل بها ملف، دي أهم شيء عندي. طيب، أي قاعد معاش. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الصوفية متغايزين جدا بعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا بأن تبنى القضاء السوداني ولله الحمد والمنة أن من دعا غير الله فهو مشرك، فهمت؟ ده فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. أنا إن شاء الله نقاطك دي بجي على نقطة النقطة وليس نقطة النقطة، فهمت؟ عشان انت ما بتعرف اعراب ما تجي تتكلم ساي. طيب نجي من البدايه، ما دايرين صوفي كوري؟ لانه سمعنا لك للنهايه، ودي جامعه السودان
نحن متعودين فيها إنه الطلبة بيسمعوا جزاهم الله خير وناس فاهمين وكده، وشايف الناس من كل الجامعات والسانة وغيرهم كلهم جوا هنا، حتى الصوفية الجامعة دي قبلت بهم، فأنتوا ما تكوركوا ما تقاطعوا. نحن ما أنصار السنة. نصحتك فالتمس يا ليث غيري إن لحمي كان مرة، ما بتقدر علينا، فهمت؟ تمشي تلعب بعيد هناك، تلعب بعيد أوعك تلعب معنا هنا. نجيك لا نقطة نقطة. طيب قال قصة كتل ملف وما كتل ملف. الكلمة دي كلمة غير صحيحة وباطلة من أخونا الشيخ مزمل، وكان بيتكلم فيها عن ترغيب الشباب في الزواج، فقام داري بسط لهم المسألة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ببعض الطريق فعرس بزوجته، يعني نزل في وقت الليل، النبي صلى الله عليه وسلم نزل ببعض الطريق. والكلمة دي كلمة سودانية سوقية لا تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم وباطلة، وتاب منها أخونا مزمل جزاه الله خير. وهي ليست في نفسها سب، وإنما هي كلمة لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكمه في القرآن. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. راعنا، ربنا قال للمؤمنين ما تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ليه؟ لأن اليهود كانوا بيقولوا راعنا يقصدوا للرسول صلى الله عليه وسلم الرعونة والسب، والصحابة ذاتهم كان بيقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا مقصود بها أرعي لنا سمعك، لسه الشغل جايك، شغل جايك ابن تيمية. الكذب كله أمرق لي المجلد 11 من فتاوى ابن تيمية، لو ما لقيته هنا بتلقاه في الكيس الكبير، جبت الكيس الكبير، لو ما جبته امشي جيبه، افتح تعجوه تاني في كيس كبير، فهمت؟ فدي كلمة باطلة وما بتليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقصد منها السب، فهمت؟ لكن لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجزاه الله خير الشيخ مزمل، ربنا وفقه، تاب منا، وربنا وجه المؤمنين انه اذا كان في كلمة تحتمل الحق وتحتمل الباطل لا تقال في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم، ده المجلد 11، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كفر الصحابة رضي الله عنهم. يبقى ما عندك وجه حق تجيب الكلمة دي ودار تكفر بها أخونا مزمل صوفي وبقيت داعش كمان، لسه أنا جاي. طيب بعدين نسيت، واحد يجي يمسك لي المايكات دي، تعال امسك المايك، لسه امسك الشغلة دي، فهمت؟ أنا أوريك الصوفية بيقولوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم شنو. طيب أول حاجة أوسغ لك الكتاب، كتاب فصوص الحكم لابن عربي الصوفي النكرة، دي عبارة عن الفاتورة بتاعت الكتاب، اشتريناه من الدار السودانية للكتب، ده مش خالص مع الشكر. طيب نشوف جوا صفحة 207 في شنو، نشوف الصوفية قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم شنو. أمرق محمد الحضري، أمرق طوالي، افتح، لسه أنا جايك، لسه جايك، انت ما شفت حاجة. بيتكلم عن الأنبياء، ده ابن عربي الصوفي، عرفته؟ بيتكلم عن موسى وكده، وبيقول لك فصل في حكمة موسوية وحكمة محمدية وحكمة عيسوية. طيب نشوف شنو، بيتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صفحة 207 لو دار بخليك تقرأ. قال ثم اشتق له شخصا، بيتكلم عن انه ربنا سبحانه وتعالى يحل في جميع المخلوقات، زي ما قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته. قالوا الله بحل في المخلوقات، لكن الصوفية زي ما قال ابن عربي قال أحسن التجليات، أحسن التجليات لرب العزة هي في صورة النساء. ليه؟ يجاب لك ابن عربي، تجي تقول لي شنو جايك. قال ثم اشتق له شخصا على صورته سماه امرأة، وده عندكم هنا ربنا سبحانه وتعالى على صورة امرأة، فهمت؟ لسه أنا جايك لتلبيس الجهمية. قال فظهرت بصورته فحن إليها حنين الشيء إلى نفسه، ده بيتكلم عن الله، وحنت إليه حنين الشيء إلى وطئه، ده بيتكلم عن الله. قال الله في صورة النساء، لغاية ما قال شنو، قالوا فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة كان شهودا في من فعل. لو شفت مرتك هي الله ده بكون تمام، لسه جايك. قال وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل، وإذا شاهده في نفسه من غير استحضار صورة ما تكون عنه كان شهوده في منفعل عن الحق بلا واسطة، فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل، لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل، ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصة. فلهذا اسمع الكلام، فلهذا أحب صلى الله عليه وسلم النساء
لكمال شهود الحق فيهن. يعني انه الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام الصوفية بينكح في منو؟ اها رايك شنو في الكفر ده؟ تجري منه وين موسق لك عبد المحمود؟ كؤوس المترعة في مناقب السادة الأربعة، مجايين شغلتنا، نطيت من الشعراني شيخك وسغه، نطيت من وضيف الله شيخك نسغه، تمشي وين؟ وسغه، تمشي وين؟ افتح الحضري، افتح الحضري لسه انت ما شفتها، بنوريك شعاع هنا. طيب لسه جايك للهوز ده، لسه جايك. محمد الحضري ده من أولياء الصوفية، وده مدحوا البرعي، لما الصوفية يزنقوا لا ده ما حقنا، لا ده ما حقنا، مشينا منكورة. شينا منكورة، لكن شيخك وثقوه. فهمت؟ قال الشيخ محمد الحضري مدفون وين وكان يتكلم وين؟ قال فإذا قوي عليه الحال، أسمع الكلام ده، تكلم بألفاظ لا يطيق أحد سماعها في حق الأنبياء وغيرهم. تبت من دي وين؟ تبت من دي وين يا صوفي؟ يا صوفي تبت من دي وين؟ الليلة بتتحلى مننا كيف؟ نادي أبو التايع زي ما نادى شيخك البرع الهالك، نادى بعد جاته الحصوة قال هيا يا أبو التايع. ربنا قال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. قال كان بيتكلم في حق الأنبياء بألفاظ لا يطيق أحد سماعها في حق الأنبياء، وما خص لنا يا تنبي. قام داري يوريك زي شنو. طيب قال وكان يرى في كذا كذا بلدا، يرى في وقت واحد. قال وأخبرني الشيخ أبو الفضل السرسي أنه جاءهم يوم الجمعة فسألوا الخطبة، ود الحضري جاء للجماعة ديل يوم الجمعة قال لها صلي بين الخطبة، فقال بسم الله فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده ثم قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. دي تمرق منا كيف؟ فإن زدت فالكفر قاعد. فهمت؟ لسه في حاجات تانية أنا بمرق لك. طيب وقال إن الشغل ساكت، تقال الشغل ساي، خليك قريب عشان تمسك المايك. الواد قال داري جدع، انت قال نحن انصار السنه وانتم خلافكم مع حونصفه ومع الاصلاح، يا ودي حركات كيزان ما بتمشي فينا نحن. فهمت؟ نحن الشغلانيه دي بيعمل لك ايرور ساينتاكس، انت ما خشيت الجامعه دي ولا شنو؟ ها؟ في واحد قبيل شافني لابس كذا قال لي ده جاي من الاسلاميه، قول جاي من الاسلاميه انت ما تاخذ العلم. فهمت؟ اسمع الكلام لسه جايك وده في وساله. قال خلافك مع محمد مصطفى، محمد مصطفى قال الصحابه اقتتلوا من اجل السلطه، وربنا قال يبتغون فضلا من الله ورضوانه. أصدق كلام الله ولا أصدق كلام حمام مصطفى؟ لكن ده دايرني أبقى زي شيخي زي ما قال ود بدر، تبقى مع شيخك كيف؟ أفتح صفحة كم 41 الليلة أنجمك وأدوسك هنا لما أنت كيف؟ أفتح أفتح الشغل ده سريع. أنت قالني أنا حوار بتاعك محمد مصطفى دجال من الدجاجلة، عشان كده الإمام مالك قال كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقال نحن بنبارس هاي عم صم بكم. طيب هنا قال لك صفحة 43، هاي ما بخلي لك أصبر لي جيبوا حي بس. طيب قال وقال رضي الله عنه دوت بدر، دوت بدر والمغرز الكتاب اسمه عثمان الكباشي الآن حي يرزق. قال وقال رضي الله عنه عن الشيوخ، يعني لأنه قال لك الفصل السابع في التسليم وعدم الإنكار، ونحن دي ما بنعملها. مزمل أخطأ تاب جزاه الله خير كفانا مؤونة الإنكار. أنا أخطأت في مسألة من المسائل بينتها وموجودة في اليوتيوب، غيرنا من الناس بيخطئوا والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، لكن هنا قال لك لو شيخك أخطأ تعمل شنو؟ قال وإذا رأيت منهم من تعدى ونح، يعني تعدى الحد الشرعي، وفعل أفعالا قباح ولو يأتي إلى البهائم وقال إرادته النكاح، يعني حتى لو زنى ببهيمة، قال فربما حصل للنخل اللقاح. قال أنت تقول في الظاهر الشيخ بيزني في بهيمة، وفي الباطن دي بالتمودة الشيخ داري مرق لنا منها ملوى. فهمت الحاصل؟ قال
قال فربما حصل النخل اللقاح وهذا كله حجاب وحفظ للأسرار من فرط الإباح فلا تجد فيهم إلا بكثرة الإمداح. تلقى الشيخ بيزني تقول له يا سلام يا شيخ يا سلام ها الريال الريال فوق مريخنا فوق تشجعه ده الدين ده الدين كده. نحن محمد مصطفى عندنا الآن تحت الواطة لغاية ما يترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب خلافك تاني قال شنو كده ولماذا صرحته؟ بصرح لأنه الإمام أبو زرع الرازي رحمه الله قال كل من شتم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دجال ولا يكتب عنه الحديث. أمشي البعدية ما عندك حاجة. طيب قال قصة صلة ابن أشيم والإمام أحمد في الزهد وبني إسرائيل وإنهم دعوا الله. قال أنت دعيت الله أنكرنا عليه؟ إحنا ما قلنا لك ما تدعو الله لكن نشوف في كتاب الكتاب ده أمرك ليه بتاع الصوفية ده الأصفر التحت ده كتاب التحت ده يوجب أمرك فوق ده طبعته وزارة الأوغاف والمجلس القومي للذكر والذاكرين ده ما بتقدر تنكره. نشوف هل ده دعا الله ولا عمل شنو. طيب الصفحة 197 أمسك المايك هذا اللي جات خليه جزاك الله خير. طيب قال ومنها من كرامات السمانية ما حكاه لي بعض أولاده قال نزل عند الوالد اللي هو نور الدايم بعض ضيوفي فأمرني أن أذبح لهم كبشا فاجتهدت في تحصيله فلم يتيسر فلما أخبرته بذلك أمرني أن أغلق عليه باب خلوته. قال له شوف لي خروف أضحه ما لقى. قال له يا شيخ ما لقيت. قال لي أقفل عليه باب الخلوة. قال وأن أجلس بالقرب منه فما كان قليل إلا وأمرني بفتح الباب ففتحته فإذا بكبش عظيم وهو واقف وتحته مثلث الإمام الغزالي رضي الله عنه. يعني دخل خروف بشنو دعا الله زي القصص اللي جبتها أنت صدقناك لا ضعيفة ولا أي حاجة ولا بيسمنوا في الريال ولا ضعف في نفسكم النكات المحفوظة بتاعتك كويس صدقناك دعوا الله ده دعا الله ده قال لك خلق خروف بمثلث الغزالي وربنا تحداك وتحدى الغزالي وتحدى الصوفية كلهم وغير الصوفية في صورة الحج آخر صفحة ربنا قال يا أيها الناس فتي عينك يا الخشيت أنت من الناس يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله كباشي الله ولا دون الله الإمام أحمد الله ولا دون الله ابن تيمية الله ولا دون الله ابن القيم الله ولا دون الله الخلق كلهم الرسل عليهم الصلاة والسلام الملائكة المقربين الصحابة والتابعين الله ولا دون الله ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله صواريخ أرض جو من القرآن وجو جو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بأرض صوفية صاروا سعيدا زلقا ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الإمام القرطبي قال لك ربنا ما تحدهم بناقة ولا بخروف ولا بغيره اتحدهم بضبانايا الذباب مفرد. قال القرطبي لمهانته ولحقارته ولكثرته ولضعفه ربنا تحدهم بالصغيرة عشان تحل المشكلة والجوطة دي كلها أعمل مؤتمر الكباشي بيجاي السماني بيجاي التجاني بيجاي التسعيني بيجاي كلهم جيبهم الكزنزاني الركيني الطريقة العجلاتية كلهم جيبهم فهمت؟ وأعمل لهم المؤتمر الجامع لإقناع الوهابية أخلقوا ضبانة خلي الكباشي يخلق الرأس وديلك يعملوا السرندل وديلك يعملوا الجناحين وبتاع الزرقاب يضرب أبوهية بيقدروا؟ ربنا قال لن يخلقوا لن أدوات نصب الفعل المضارع يخلقوا فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة تعلم يا صوفي شغال ترفع في المفعول به وتنصب في الفاعل دار تأكل حق الناس وحق سيبويه ذاته أنت بتأكل ساينتا شفت ما بخليك والله ما أخليك ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أنا من قبل حذرتك يا نصحتك يا تيس فالتمس غيري إن لحمي كان مرة صعبين نحن طبعا شفت النازل بيقولوا شنو كلهم بكركو الكيزان كوك الصوفية عندك شفت الاستحضار وعلى قدر الألم يكون الصراخ شو الصعب عديل فهمت الحاصل للجيم ربنا قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز دب كورك عشان اتكلمنا في أبو الشيخ خليه انفخني أنا ذاتي ضعيف بتعدي دارم لا شوية خليه انفخني خليه انفخني ما بتقدر تنفخ طيب قال بالنسبة لصلاة الفاتح وابن كثير وعندي الموبايل
جيب الموبايل الآن. ابن كثير قال وضعف هذه الرواية شيخنا المزي قاطع عليه يا كذاب. وقال النبي جيبه جيبه جيب ابن كثير جيب ابن كثير أمرك ابن كثير. أنا ذاتي عندي ابن كثير هنا. أنا بقرأ لك ابن كثير سورة الأحزاب تفسير يا أيوة الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورة الأحزاب بفتح لك. ابن كثير قال ضعف شيخنا المزي وإلا تكون كالحمار يحمل أسفارا. أنا بمرق لك الشغلة دي أصبر. شفت الشغل ده صعب كيف؟ خاشين بيجا وبيغادي ونحن بفضل الله بنشتغل لك زي الكربريتر بحيل ما قبلنا بنجي الشغلة. طيب أمسك المايك. طيب لسه جايك الشغل تقيل فتش. أمرق لي سورة الأحزاب. لا ما بديك المايك تقرأ لي الكلام أي ما نقرأه. طيب لا ما بوريك أنا أصبر. أنت ليه قاطع الكلام أول حاجة؟ سؤال ليه قاطع الكلام؟ قاطعه ليه؟ لو لاحظت إنك قطعته ما تكورك من برا. أنا قلت لك الشغل ده حار. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب الآية نمرة كم؟ ها؟ الآية 56. الآية 56. وانت بتنادي غير الله دار تبقى مسلم كيف؟ طيب اديك الكلام لسه. قال الله زول بيفتخر بكلام زي ده. تشوف الشيخ بيزني بالبهيمه تقول لي يا شيخ تشجعه كمان فهمت. طيب امرق الكلام بس. طيب نرد بس فتيش امرق علي اي بنلقى لك. ما تخاف ما تلاوس. طيب لا ما تلاوس بنتلاقي ياس. اقعد أصله لازم يولي الدور. طيب صلاة الفاتح اللي بأغلق أنا برد لك على الهناء لغاية ما الشباب ديل يلقوا لك هكا ود النار. فتش الشغلة دي بتلقاها ديالة ود النار. طيب بعدين قال لشيخ مزمل الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق. هل الكفر الألفاظ دي؟ أول حاجة الألفاظ دي بدعة لكن الألفاظ الكفر. إنه أحمد التجاني قال في جواهر المعاني قال تعدل من القرآن 6000 مرة ده الكفر. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أما بالنسبة لياء النداء قال إذا خدرت رجل أحدكم دي حديث كلها ضعيفة آثار ضعيفة. العلماء قالوا لو صحت ذاتها إذا ذكرت أحب الناس إليك. العلماء بعض العلماء قالوا هذا من باب تنشيط الدورة الدموية والخدر عبارة عن تركن الدماء. تبقى صوفي ما بتفهم الكلام. طيب معركة اليمامة ومحمداه دي للندبة. العلماء قالوا الندبة معناها ناس رحنا مثلا نمشي نشيل لنا حاجة سوا نكون شايلين لنا عن قريب تقيل أو حاجة يلا ناس دي اسم الندبة فهمت عشان ما تكورك ساكن. طيب أما كلام ابن القيم في مدارج السالكين في ابن تيمية وفي حربه مع التتار وإنه قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال للناس ربنا قال إن تنصروا الله شنو ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الآية جاءت في سياق شرطي. إن أداة شرط تنصروا فعل الشرط مجزوم. علامة جزم شنو؟ حذف النون صح ولا ما صح؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالناس كانوا بينادوا بيقولوا يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. ابن تيمية والعلماء نصحوا الناس قال لهم ما تنادوا غير الله وأمسكوا في الله براو. لما الناس مسكوا تمام مسكوا في ربنا سبحانه وتعالى واستغاثوا واستعانوا بالله عز وجل
وحده لا شريك له ربنا سبحانه وتعالى نصرهم. عشان كده ابن تيمية أول قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نحن لو تبنا لله خلينا الشرك والقباب والأضرحة والطرق ومعاصي الله سبحانه وتعالى ومسكنا في ربنا سبحانه وتعالى واتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بينصرنا على شنو؟ بينصرنا على القوم المجرمين. وكلام كثير موجود، فهمت؟ بس أن احنا أثناء النقاش الإنسان يعني قد يكون مسرع وكذا، لكن الشيخ ابن كثير قال: وقد ضعف هذه الرواية الإمام الذهبي، وقال بين علي بن أبي طالب وبين راوي هذه الرواية انقطاع. والمنقطع أبي سلام الكندي، أبي سلام الكندي ضعف العلامة المزي في تهذيب الكمال، وقال عند بينه وبين علي بن أبي طالب انقطاع. فده كله كلام باطل ودجل وضلالات. طيب يلا نوريك الكلام، جزاك الله خير. طيب ايوه هذا الكلام. قام جاب الاثر بتاع الفاتح لما اغلق وكذا وكذا، قال وجابوا احمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان في اسناده نظرا، ده ابن كثير، فهمت؟ قال شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزي: سلامة الكندي هذا ليس بمعروف، ولم يدرك عليا كذا قال. هذا اسناد ضعيف والكلام موجود، لكن ده لانه شاف الشغلانيه دي حاره قام ولا الدبر خير لك تستخدم الساتر. شغلنا ده صعب وحار، ونحن بفضل الله وحمد الله منابرنا ماشيه ومتواصله كل اربع ان شاء الله في هذا المكان، تطهير لبلاد الله من الشرك ومن الضلال ومن الباطل ومن دعاء غير الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يغضب الله سبحانه وتعالى. نوصيك ما تبقى صوفي، ما تبقى تجاري، ما تبقى سماني، ما تبقى غيره، ما تبقى أي حاجة. وأدي الشيخ مزمل آخر فرصة إن شاء الله. طيب يا معقال، في مجموعة الفتاوى دي شهاب أظن نساها مع أنه جاب الكتاب، إنه قال قصة وصلة ابن أشيم، هو قال وصلة بتاعت كهرباء اسمه صلة ابن أشيم مش وصلة، خلاص. قال إنه الفرس بتاعه مات وأحيا الفرس. أول حاجة هو ما أحيا الفرس، دي القصة جابها ابن تيمية، والعهدة على ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام. شيخ الإسلام فعلا جاب القصة وقال صلة ابن أشيم مش وصلة. دعا الله لما مات الفرس، الجماعة قالوا هلما نتقاسم متاعه، يعني كل زول يشيل له شنطة، يشيل له بوكجة، يشيل الأكل بتاعه ويحمله على الدواب بتاعتهم. فقال دعوني حتى أصلي ركعتين، فتوضأ. القصة ابن تيمية جابها كده، ثم صلى ركعتين ودعا الله فأحيى الله له فرسا. دعا الله، عرفت كلامي؟ دعا ربنا سبحانه وتعالى. فابن تيمية على حسب فقهه رحمه الله تعالى بيرى انه حصل لبعض الصالحين انه سالوا الله والله حيا لهم بعض شنو؟ الموتى. زي ده حيا له فرسه. ذكر قصه واحد ثاني دعا الله ربنا حيا له حماره. وذكر قصه مره الصوفي ده ذاته ما عارفها، ولده مات دعا طلع حيا له ولده، لكن قصه المره ضعيفه ما صحيحه. خلاص؟ طيب نبقى في القصه بتاعت حيا له فرسه والثاني اللي حيا له حماره. ديل ابن تيميه قال دعوا الله، وده ما فيه حجة للصوفية، لأن الصوفية ما قاعدين يدعوا الله ويقولوا الله بيحيي لنا الموتى. دي أول نقطة. بعد ذاك نجي نناقش كلام ابن تيمية ده ذاته صح ولا غلط، لأن احنا ما بناخد كلام أي عالم طوالي بدون دليل يا جماعة، عرفت كلامي؟ لكن كلام ابن تيمية في حد ذاته ما فيه شبهة للصوفية، لأن ابن تيمية أي قصة جابه قال دعوا الله، والصوفية ما بيدعوا الله، قالوا هم اللي بيحيوا الموتى زي الله واحد. اهو ده الكلام. ده كتاب طبقات والضيف الله، وطبقات والضيف الله ده عامل له مؤتمر في سنار، مؤتمر كامل للكتاب العفين ده، في الصفحة رقم 70 الفصل الثاني في كرامات حسن وتحسونه، مش كده؟ قال في إحياء الموتى وإبراء ذوي العاهات، قال أحيا بنت الرئيس في الخشاب وأمها اسمها أم قيمة، جاءت قالت يا سيدي بنتي ماتت،
أبوها ماله مال حرام، كفنها لي فمشى إليها شافع، قال لها بنتك طيبة ما ماتت، ومشى قال للبيت قومي، قال فتمالت روحها وقامت. دعا الله ولا قال لها قومي؟ ما في دعاء الله عند الصوفية. واحدة قال عفيشة ولد أب بكر غرق في بحر الخشاب، فمكث في البحر 3 أيام وانقضى نحبه، فقالوا له صل على حوارك، فقال أنا ماني حسن الأول، عندي حواري غرقان له 3 أيام ما أخبره. فلما رآه قال له، ما دعا الله، قال له قم، فقام وتمالت روحه وتزوج بعد ذلك. ده الكفر. الصوفي بيقول هو اللي بيحيي الموتى، ما بيدعو الله، زي الله واحد، عرفته؟ وربنا سبحانه وتعالى بيّن إنه الكلام ده كفر، لأنه اللي بيحيي الموتى ربنا براه. ربنا قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته ولعلكم تعقلون. وهناك ربنا قال لا إله إلا هو يحيي ويميت، وإبراهيم عليه السلام قال ربي الذي يحيي ويميت. الصوفية قالوا هم اللي بيحيوا، ما بيدعوا الله ذاته. فده الفرق بين كلام الصوفية وكلام ابن تيمية، خلاص. وكلام ابن تيمية في قصص رأى صحت عنده ونقلها للناس، لكن كل القصص إنه النازل سألوا الله، سألوا الله، ما أحيوا هم زي ما الصوفية قالوا بيحيوا هم. فكلام الصوفية كفر بالله عز وجل. نقطة تانية، أنا لما قلت صلاة الفاتح كفر بالله، أنا ما قلت هي كفر كده، أنا غيرت كلامي، قلت العقيدة اللي فيها كفر، وبينت العقيدة، قلت في كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني في مناقب أحمد التيجاني الصفحة 132-135 الجزء الأول، أحمد التيجاني قال في نهاية الكلام قراءة المرة الواحدة من صلاة الفاتح تساوي قراءة القرآن كاملاً 6000 مرة. وده كفر ولا ما كفر؟ ده كفر. فالصوفي داري لبس، داري لبس. طيب بعد ذاك ذكر قصة خدرة رجل رجل عند ابن عمر، وشيخ شهاب بيّن لك سبب الضعف دع القصة. القصة فيها الهيثم ابن حنش. أتحدى الصوفي ده يعرف ليه الهيثم ابن حنش؟ تعرف الهيثم ابن حنش؟ هاي الهيثم ابن حنش الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية الصفحة 88 قال الهيثم ابن حنش مجهول. فالقصة ضعيفة ما صحيح. فهمت الحتة دي؟ القصة دي ما صحيحة ذاته، ولو صحت الشيخ شهاب بيّن لك الكلام اللي فيه. طيب ها؟ هاي القصة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اللي اسمه شنو؟ ها؟ لا بتاع الأذكار اسمه شنو؟ الكلمة الطيب، كتاب الكلمة الطيب. ورواه ابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة. أيا كان من رواها في إسناد الهيثم ابن حنش، قال الخطيب البغدادي الهيثم ابن حنس حنش مجهول. فالقصة ما صحيحة أبدا. بعدين ترتب لي قصص ضعيفة عشان تستدل بها على جواز الشرك، على جواز دعاء غير الله، وتخلي الآيات الواضحة. يا أخي يا أخي، ربنا قال قل أرأيتم، شوف يا صوفي، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، ناس البرعي والمكاشفي وناس بناديهم في كل قضية بناديهم، ربنا قال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ربنا قال أروني ماذا خلقوا من الأرض، ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يوم الأحد جايبين ولا بيومتين العريفي، العريفي ده زول فاشل مبتدع، هو عبد الحي جايبوا الاثنين ومعاهم المكتبة العلمية برضو، ديل منهجهم منهج السرورية، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. جماعة ديل منهجهم باطل، هو منهج سيد قطب التكفيري، منهج سيد قطب الذي شتم الأنبياء كما شتم نبي الله موسى في كتاب التصوير الفني صفحة 200. قال سيد قطب لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. والعريفي ده زول كذاب عشان يطلع الناس ثورة
وكان سبب في قتل الناس في سوريا الآن. بشار الأسد يقتلهم ويحصدهم كالجراد، عليه من الله ما يستحق. ونسأل الله أن يرفع المعاناة عن الشعب السوري المسكين، وأن يتجاوز عنهم ويحفظ دماءهم. فعشان يطلعهم ثور العريفي يعمل بحواج بينه كده، قال لهم، قال الملائكة قال قاتلت مع المجاهدين في سوريا. وده نفس الكلام بتاع الجماعة مجوزات جماعتك هنا، قال والله الملائكة قال نزلت معانا وشمينا ريحة المسك. جماعة الترابي، الترابي في النهاية قال ديل ماتوا فتايس وما في حور عين بتعمين، قال هو حور في العين. فالأخوان المسلمين جالين ما يغشك العريفي، العريفي ما يغشك، ويجي هنا كلامه كل المصافحة والبيت يد علينا، زول قال الأدب وسفيه ومبتدع، اوعى تحضر له. محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما تسمع لجماعة دي عبد الحي يوسف والعريفي وغيره، دي كلهم عطالة. اسمعوا للعلماء، شيخ الألباني، شيخ العثيمين، شيخ بن باز، شيخ الفوزان، غيره من علماء الأمة الإسلامية الموجودين الليلة، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.